حاجة بس أنا ياه ايه ده انتي مضايقة جدا يعني انتي بتعيطي على بتضحكي متوترة ايه ده انتي بتعيطي بجد لا في ايه طب قوليلي ايه اللي حصل يعني عملتلك ايه؟ معرفتش حاجة انتي اسمك نور؟ أنا جاية مع جوزك ولا خطيبك؟ بيشتغل ايه؟ أو يعني تقدري تقولي كان خطيب كان خطيبك؟ هو ايه اللي حصل طيب؟ انتي احكيلي مش اللي حصل ان انا قاعدة من ساعة ما قعدت اللي جنبه عمالة تشقطه قدامي وهو عادي لو حضرتك تعلمنا الابلكيشن اللي هي مين اللي هي نانيتا نانيتا معرفش اسمها ايه الخبر اللي بره مش فارق معايا اسمها ايه الفكره كلها انا دلوقتي تعلمنا الابلكيشن ببص لقيت بقى متلحوس وهو عنده روج هنا نعم وانا سكت عشان لا انا هرجع الكاميرات احنا عندنا انا سكت عشان في مكان محترم يعني انا ما اقدرش انا هرجع الكاميرات انا عندي كاميرات اخلي الدكتور دلوقتي لا طب استني طب يا حبيبتي معلش بعد اذنك مناديل عينيا حاضر من عينيا انا اسفه جدا استنيني دقيقه واحده بس محترم زي ده بعد اذنك خد نفسك واطلع بره طب ما تعيطيش يعني احنا في مكان انا ما بعيطش انا بعيط على الناس اللي تستاهل انت تستاهل انا عينيا بتدمع عليا مش عليك لا انت ولا هي اصلا تستاهلوا حتى ان انا اتضايق عشان ليه في ايه في مفيش حاجه يا حبيبي ما مفيش حاجه على فكره ما حصلش حاجه خالص انا بجد عايزه افهم حاجه معلش بس بليز يا نانيتا كده ثانيه هو كده لسه ما بليز يا نانيتا بليز يا استاذه من فضلك نور صح يعني دلوقتي انا شفت في الكاميرات انا رحت رجعت الكاميرات هو ينفع اللي حصل ده هو دي مش عياده محترمه انتوا كده بتهنوني انا نانيتا انت كنت يعني انا كنت بعمل على عينك اختي انت ازاي تعملي كده هنا بالعياده انت كده بتبوظي سمعه العياده اتفضلي يا نانيتا لو سمحتي بره لو سمحتي يا نانيتا انا اي ودنت لايك تو سي يو هير يعني حبيبتي اطلعي بره احسن ما اجيبك من شعرك واطلعك انا بره صراحه يبقى ليها حق والله العظيم انا وانا كمان هعمل كده معاكي خلاص قلبت هنديه اطلعي بره مش طالعه اتفضلي نانيتا من فضلك على فكره انا غلطانه ان انا كنت بعتمد عليكي ما خدتش غير تليفونه اخد بس في لا غلطه في بالاخر بدي اتاكد او لا وفضلت اقول لك ايه طب ما تيجي اتاكد عارفه عشان انت حبيبتي بلا اخلاق نو عشان انا بدنا نقارن بين الجمال اللبناني او جمال المصري الجمال اللبناني اللي هو اصلا انت ما فيكيش حاجه طبيعيه اصلا انت كلك نفخ يا ماما ما تنسيش نفسك لا لا انا بفهمك بس انت ما بتتكلمش اصلا ما بتتكلمش ما بتفتحش بقك معلش انا دلوقتي وانت ما سيبي الحياه سيبي ما بدي فايبر ما بدي هو مش مزاجي فايبر ما بدي ما بدي هجيب لك البوليس اتركي ايدك بس نانيتا البوليس عشان انا اللي هلبسك يا حبيبتي مش انت اللي هتشوفيني لا انا لبس لا لا بجد والله انت بس انت عملتي طب الصح وهي ليه هتعمل اكتر من كده عارفه ايه واجيبك كده مش عارفه الجميل ده كده زي ما انت ايه الحلو ده انا اعمل لكم محضر اصلا انتوا الاثنين طب ليك اعطيك الروج بدلي زعلانه اتفضلي بقى اعطيك الروج انا مش هقولك تاني بديك لو ضربتك ماليش دعوه وهعملك محضر عشان هي ليها حق على فكره انا كنت بعتبرك اختي في القاهره وعماله اقول لها
سنجل ومشهوره وانا بشتغل عليها وانت عامله كده ومشلفطه الراجل وانت على فكره مش مسؤول كده بس انا كده تبسيتي انا هلا شبر اذا نزلتي ليا فيكي تتفلحي انت اللي انت عايزاه اتفضل بره لو سمحت انا بقى عايزه اشتغل على وش الانسه انت بقى واقفه معايا تعملي شو بدك تشتغلي تشتغلي حرام انت مالك اه ده الامر يا انسه خلاص يا ابني ضربك ولا شكلك انت معاها مش معاها بس هلا هو معي بس انا بطل بدي ما بدي انت فاكره انه انا بدي بس شفت انه باع الكبساني عشاني ثاني اقل من ثاني قدركم مخطوبين باعك بلحظه كرمالي انا مش عاجب مالكش دعوه ازاي ممكن تمشي عادي مش ازاي اتشاو الشرابي يعني خلي لك اياه ما بيلزمني هلا اشكال هي شدتها مني غصب عني يعني مشيتها غصب عنك وعملت ليه يعني هي عندي الوزير وانا مش عارفه يا بنت اطلع بره يا بنتي ما عملتش حاجه اسمع مني بس ما عملتش حاجه والله العظيم اطلع بره ايه هتقومي تضربيني انا كمان؟ والله العظيم مش باين الا بره معلش شكلك بتخرفي ولا ايه في ايه يا نور؟ انا بخرف وانت بتعمل ايه؟ ما بعملش حاجه ما بعملش حاجه قولي لي انا عملت ايه؟ اثبتي اللي انا عملته طب امسح بس اللي عملته مفيش حاجه اصلا مفيش حاجه ما هو بجد والله؟ اه والله امال ايه ده؟ يعني ايه ده؟ مفيش حاجه بجد وده ايه؟ مفيش حاجه ده كله ده عادي والله العظيم ما ارد اطلع ليه هتضربيني برضه ولا ايه؟ بكلمك على فكره ما تسيبنيش وتمشي. طب انا جايه للدكتوره انا مش جايه طيب ماشي انا واقف بتكلم معاك. اه وبعدين؟ ابني خلاص خلاص ما بقاش فيها خلاص. هو ايه اللي ما بقاش فيها؟ استني بكلمك خدي بس. وسع خدي بكلمك بس. هتضربيني انا كمان ولا ايه؟ بكلمك. احمد ربنا ان انا سكرت لحد دلوقتي. خدي بس بكلمك خدي. طب خدي بكلمك. خدي بكلمك. تعالي تعالي. تعالي ارتاح ادخل انت اتفضل لو سمحت اقعد هنا اقعدي اقعدي بصي اقعد ارتاحي ارتاحي سيب بس يا دكتور عشان اقعد 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 لا يا حبيبي مفيش حاجه ظلام مش عايزه اتكلم معاكي والله العظيم انا لو مكانها اخد بيدي ده والمصحف بصي انا كده كده خلاص اخدت قرار يا بنتي اطلعي بره يا بنتي بصي يا جماعه بصي يا نور انا عارفه انا عارفه ان هي صدمه قويه بس الصدمه الاكبر بقى اللي انا عرفتها دلوقتي ان ده مقلب وهو بيحبك قوي وانت بتتصوري دلوقتي وده برنامج هيجي في رمضان خلاص انا دي برده ولا انا يا لهوي بصوا بصوا ازاي والنبي لا اللي بيبوس ده مش انا بصي هو ما حدش هو ده اللي باهس انا ما ببوسش انا ما لمستوش ممكن تقولي بس انت سترونج انا عايزه اسمعها منك بس هيبوسها بس ازعق خلينا ما ننهي الحلقه طب انت يبوسوا بعض ولا ايه يعني انا الحلقه ورمضان كريم كان انت طيبه وانا بعتذر لك قوي وانت ما شاء الله مش عارفه طولك ممكن كده تعملي ايه يلا قولي باي للكاميرا باي دلوقتي هقتلك انا هقتله لا قولي باي بعدين تيجي بقى قولي باي للكاميرا